بسم الله الرحمن الرحيم. حنتكلم في حلقة النهاردة إن شاء الله عن قصة تعبر عن عظمة الإسلام وأخلاق المسلم، قصة النعمان ابن ثابت والد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه أرضاه. في يوم من الأيام كان النعمان ابن ثابت في طريقه إلى سفر، فأصابه الجوع الشديد وهو في الطريق. مر في مزرعة فيها من خيرات الله ومما لذ طعمه وطاب، فدخل هذه المزرعة ليقتل جوعه. المهم أخذ تفاحة وبدأ في أكلها حتى وصل إلى نصفها وتوقف، فبدأ يكلم نفسه ويقول: ماذا هذا الذي فعلته؟ فهذه ليس ملكي وأعتدي على حقوق غيري. فقرر أن يبحث عن بيت صاحب المزرعة ويستأذنه ويطلب منه أن يحلله ويسامحه على ما فعله. وبالفعل عثر على بيت صاحب المزرعة وطرق عليه الباب حتى فتح له صاحب الدهر وصاحب المزرعة متسائلا بعد أن رد السلام: هذا ماذا يريد؟ فقضى عليه النعمان حبل أركانه متسائلا: هل أنت صاحب هذه المزرعة؟ قال الرجل: نعم. قال النعمان: أريد منك أن تحللني لأنني تعديت على أملاكك بدون علمك وأخذت هذه التفاحة وأكلت نصفها. قال الرجل: تجرأت على أملاكي، والله لا أحللك ولا أسامحك. ضاقت الدنيا بالنعمان وقال في نفسه: يا ليتني ما فعلت هذا. فقضى عليه الرجل حبل أركانه وقال له: أحللك وأسامحك بشرط واحد. وفرح النعمان بما سمع وقال: موافق. قال الرجل: لا تستعجل، أسمع أولا. قال النعمان: آت ما عندك. قال الرجل: سوف أسامحك بشرط أن تتزوج ابنتي. بدأ النعمان يتصور هذه الفتاة ويتخيلها في تصويره، لأنه قال الرجل له: لتعلم بأن ابنتي خرصاء عمياء صماء. ووافق النعمان أن يتزوج ابنته لكي أولا يسامح على أكل نصف التفاحة، وثانيا ليكسب الأجر والثواب في هذه الفتاة العمياء والخرصاء والصماء. وجاءت ليلة العرس حتى جاءت موعد إدخال العروس عليه. ماذا تتوقعون حصل؟ دخلت العروسة على النعمان، فإذا كالقمر دخل عليه نزل من السماء ليصبح بين يديه. وتعجب صاحبنا بما رأى حتى قال بنفس متقطع من الاستغراب والتعجب: أنت كالقمر، ولكن أباك يقول عنك أنت خرصاء وعمياء وصماء. ردت عليه مبتسمة: صدق أبي وهو كاذب. فزاد استغرابه وتعجبه حتى قال لها: كيف؟ فجاوبته قائلة: صدق أبي، لأنه كان يقصد عمياء لأنني لا أنظر إلى ما حرم الله، صماء لأنني لا أسمع ما حرم الله، خرصاء لأنني لا أتكلم بما حرم الله، ولساني رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. وكان ثمار ذلك الزواج بالإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ابن ثابت. ومن هنا تنتهي قصة النعمان ابن ثابت والد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. وأتمنى رب إن الحلقة تكون أفادت وعجبت حضراتكم أعزائي المشاهدين. وعزيزي المشاهد، لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعمنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.